أفاد المرصد السوري بتجدد الاشتباكات بين فصيل في ميليشيا سوريا الديمقراطية ومسلح المعارضة المشاركة في عملية درع الفرات في ريف منبج الغربي بريف حلب. وأشار المرصد إلى أن ميليشيا سوريا الديمقراطية تمكنت من تحقيق تقدم في المنطقة. وأضاف المرصد أن المعارضة المسلحة قصفت مناطق في قرية الشيخ عيسى وتل رفعت الواقعتين بريف حلب الشمالي، وكذلك مناطق في حي جمعية الزهراء بأطراف حلب الغربية، في حين قصف الطيران السوري مناطق في غرب المحافظة.